تشرفت بلقاء السيدة الوزيرة بعد الدعوة اللي خصتها لي. جد سعيد بلقائها والله، يعني بكل عفوية أنا كنت نظن بلي أي وزير يكون ضائر بهالة كبيرة، ولكن منقد إلى تواضع الشيء اللي زاد أثر فيها هي حيرتها واندهاشها من الوضعية اللي حكت ليها ممكن، ولا القرار اللي اتخذته. يعني أول ما بادرت بمقابلتي قالت لي أنا أرفض، هذا هو الشيء اللي خلاني نتقرب منها أكثر ونحس بلي أنها يعني راح تحوس تفهم وتخدم على وضعية الفنان. وكنت إن شاء الله يعني بالحوار معها أنها راح تكون إن شاء الله بادرة، كانت هي كانت صرخة، ممكن صرخة يأس، ولكن إن شاء الله راح نقلبها صرخة أمل، وين راح يكون هناك إن شاء الله لقاءات مش غير معايا مع عدة فنانين فاعلين في الوسط، عندهم أفكار عندهم حلول، رايحين إن شاء الله يكون إن شاء الله لقاءات كثيرة هكذا باه نرفعوا من مستوى الفنان ومستوى الفن في الجزائر، وحتى نضع الإصبع على نقاط الضعف. لقيت من عندها يعني كل التشجيع كل القبول، لقيت من عندها أنها مستعدة لفعل أي شيء يراه الفنان أنه يدخل في صالحه. رايحين إن شاء الله راح تعمل لها عدة أمور، نتبلغنا إن شاء الله في حينها أنها قاعدة تشتغل على حوايج ماهمش نايمين، ولكن الشيء اللي حكينا عليه أنه لازم الفنان يكون على دراية بش راه يكون، على أنه الفنان تاني لازم يكون فاعل، لازم يمد اقتراحاته، لازم يقول وش راه خاصو، لازم نشوف وش راه خاصو الفنان هذا، لأنه بدون فنان ما نقدروش نرقاو بالفن في الجزائر، وإن شاء الله ما يكون غير خير.